إخواني الأعزاء وأخواتي العزيزات في مقام أبنائي وبناتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هونوا على أنفسكم، أجينا نقصر معكم شي شوية. صحيح السي بقرعي يعني هذا النهار دار راسو ما كيفهمش وقال لك والو تجي اودي الله يهديك، راه دابا هذا الوقت ماشي مناسب باش نخرج باش نتكلم باش بلاتي شويه، احنا باقي كنشوف شنو واقع الى اخره. والو ما بغاش، ايوا اش غندير؟ كان صلى الله عليه وسلم تاتي الجارية وتأخذ بيده وتذهب حتى يقضي حاجتها، فنحن تبعنا هذا الغلام. على رأسك لا لا مازال تقلب على الآخر، مازال أولا سمحوا لي باش نشكركم بزاف لان اثرتيو فيا، وغادي كتعرفوني انا يعني عاطفي، انسان عاطفي وداك الشيء، وما باغيش يتحول هذا الشيء لما تجره العواطف عاده، فبغيت نبقى يعني سغا وتبقاو معايا سغا حتى نتوما. يعني في النهايه لا يمكن ان نفر من قدرنا، وقدرنا هو انكم انتما شبيبة العدالة والتنمية، خصكم تفهموا خصكم تعرفوا خصكم تسمعوا شي حاجة، وأنا مسؤول عليكم، ما عنديش مفر، عندي ظروف صحيح، ولكن النهاية لابد من استجبكم. ولكن نقول لكم من دابا ما ندخلش معكم في التفاصيل ديال الحكومه وكيفاش تكونات وما عارف شنو، علاش تقبل الاتحاد الاشتراكي ولا تقبل الاخرين وما عارف شنو الى اخره، ما ندخلش في هذا الشيء. سوني با لابين بيني وبينكم في هذه المرحله، سوني با لابين، غادي يجي واحد الوقت غادي نكونوا في الهيئات ديال الحزب وغادي نتذكروا هذا الشيء. اللي مهم عندي اليوم بالنسبه لكم وانتم شبيبة العدالة والتنمية، وانا ملي كنشوفكم كنتخيل راسي في السن ديالكم، وينتابني واحد الشعور فيه شوية الخوف. ما مفاده؟ مفاده انه كيف يمكن ان نشتغل واحد الطريقة اللي انتم تستمروا فيها في هذا العمل اللي كنعملوا، أو هاد الحلم اللي كنحملوا، لأنه احنا صحيح عملنا واحد المسار في العدالة والتنمية جد محترم، يعني من اللي بدا العمل الحزبي بالنسبة لنا في 92 منذ حاولنا تأسيس حزب التجديد الوطني واتصال الدكتور عبد الكريم الخطيب، وكل ما مررنا منه من صعود ونزول والانتخابات ديال 97 والانتخابات ديال 2003 و2002 و2007 وكل هذا، يعني دازت علينا لحظات قاسية صعبة، دازت علينا لحظات جيدة جميلة توجت بتصدر المشهد السياسي وتحقيق انتصارات باهرة. كل هذا لصالح الوطن. أتحدى أي شخص موضوعي يجي يثبت أن العدالة والتنمية آذى وطنه مرة واحدة، والله حتى أدعوكم إلى حل هذا الحزب. إذا كنا قد آذينا وطننا مرة واحدة،
دائما تصرفنا بداك الشيء اللي اعتقدنا انه الصواب ويعني وصبرنا وتراجعنا وهذا، ولكن الحمد لله خدمنا بنية صالحة، خدمنا بصدق، خدمنا بتبصر. أدينا الثمن في 2003 ظلما وعدوانا على أشياء ما عندنا حتى علاقة بها، بالعكس نحن يعني حماية للمجتمع من الإرهاب ومن التشدد ومن التطرف، ويعني نحن من حصون المجتمع والدولة في هذا الاتجاه. مشينا يعني قوينا اللحمة ديال المجتمع حول الشعارات ديالو، حول الشعارات ديال المرجعية، حول الشعارات ديال الوطن وديال الوحدة الترابية، حول الشعارات ديال المؤسسات وديال الملكية، حول الشعار ديال العمل السلمي القانوني. يعني الحمد لله ماشي ما عمرنا غلطنا، بطبيعة الحال ممكن نكونوا غلطنا إلى آخره إلى آخره. جت ظروف اللي كان فيها الوطن مهدد أو في خطر، وقفنا الموقف اللي كيخصنا نوقفوه كحزب، وتبعته كافة المؤسسات ديالو، وقع في إجماع في الأخر يعني في 2011 ودخلنا الانتخابات بعد ما سندنا الدستور وساهمنا في إنقاذ البلد، وبلادنا اعترفت لنا والشعب ديالنا اعترف لنا، وتصدرنا المشهد السياسي ولينا في رئاسة الحكومة في 2011 وفي 2015 حققنا ديك النتائج الباهرة، و2016 الذي وقع جاءت يعني ظروف التكليف ديال جلالة الملك ليا باش نكون الحكومة ما مشاش تاني. تعاملنا بمستوى اعتقد لا يوجد ارقى منه، تقبلنا هذا الشيء، تقبلنا الاعفاء، ماشي تقبلته انا وتقبلتيه انتوما، تقبلوا الحزب كامل، تقبلنا الاعفاء ديالي ومشينا في الاتجاه الاخر. بعد ذلك حدثت اشياء بطبيعه الحال قاسيه. قبيلة سي كنلاحظ سي خالد تيحاول يلطف الكلمات، قال ظروف استثنائية. ماشي ظروف استثنائية سي خالد، ظروف قاسية، ظروف صعبة شديدة على حزبنا. جدا. ولكن هي ماشي من جنس الظروف الصعبة اللي كتكون فيها شي محنة لا قدر الله، بحال يعني محن اللي كتوقع لاصحاب الافكار في التاريخ. يعني هذا كيوقع، ماشي حنايا ديزين تو شابل. يعني حنا دخلنا لهاد المسار امريكي ناسيون بوليس، يعني ما وقع لنا والو، عمرنا وقع لنا شي حاجه، ونقول لك انا وياك واش باقي العاقلين اش كنت نقول لكم ولا حافظينهم مزيان. دابا اللي عطى الله هو هذا الشيء. دابا لا معنى انه شنو غنديروا دابا؟ نديروا كنازه. كاين تحليل تقريبا مجمع عليه ان العداله والتنميه
خسر معركة. لكن هل يعني انتهت العدالة والتنمية؟ هل سوف تستسلم؟ أم أنها ستتعامل مع هذا الذي حدث ككبوسة تنهض منها ولو بعد حين؟ دو هذا بالسؤال. المتوى الإخوان دخلوا دو تسألوا علاش دخلوا هادو علاش ما دخلوش هادو علاش 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 حنا كاع نكونوا هذه الحكومه؟ با سي با لا بين صافي. دابا في هذه الساعه غنقول لكم زعما اذا انتم عوالين هذا اللقاء تبداو تسولوا فيه على التفاصيل ديال الاحداث وعلاش دخل هذا وعلاش ما دخلش هذا وعلاش دخل هذا الحكومه وعلاش ما دخلش هذا الى اخره، يعني اذا ما لن تخرجوا من هذا بطائل. لكن وانا انظر اليكم كنقول هاد الشباب واش يمكن لهم يصمدوا في هاد الطريق؟ انتم متحمسين واستقبلتوا الاستقبال حماسي الله يجزيكم بخير وداك الشيء، ولكن الطريق الاخوان صعيب وطويل، ولكن كاين فيه الخير للبلد. لان احنا اليوم اذا افترضنا توقفت الحياه ديالنا اليوم السياسيه او حتى الطبيعيه، قدمنا لبلادنا اشياء محترمه، والديمقراطيه والعدل والكرامه والحريه هذه كلها اشياء لا تاتي مره واحده، تاتي تباعا. ولكن الى جيتي تشوفوا الوضع ديال بلادكم غير في هذا المسار السياسي من الاستقلال اليوم، غتلقاو واحد الفرق كبير، وغتلقاو باللي باقيه مثالب وباقيه مشاكل وباقيه امور مكروهه، ولكن الامور تتحسن. داك الشيء علاش انا ما تنعتبرش بان الاحزاب بعضها عدو لبعض، لا، الصالحون من الاحزاب، الخيرون من الاحزاب، سلسله واحده، كل واحد كيفاش شاف داك الشيء. يعني من غرائب الظهر انه ما كان يسمى الحزب الشيوعي سابقا في المغرب، حزب التقدم والاشتراكيه، على طرفي نقيض في العالم كله. هاد جوج ديال التيارات، التيار ديالنا هو كيمثل واحد نوع من التيار الاسلامي، وهما تيمثلوا واحد النوع من التيار اليساري. لقينا باللي بزاف ديال الامور احنا في الحقيقه متفقين فيها، وبالتالي ما متفقينش فيها كاين فيها مساحه يمكننا نتفقوا فيها، ومساحه مش ضروري نتفقوا فيها كنلقاو لها تخريجه باش. والناس راهم مفاجئين في العالم العربي كله لهاد التجربه بيننا وبين هذا الحزب السياسي المحترم. ولهذا الاخوان اللي تنفكر فيه انا هو هذا، كيف سوف تصمدون وكيف سوف ما تنتظروش مني انا ندير لكم شي وصفه سحريه لكي تصمدوا وكي تستمروا. خصكم تستمروا، وكي انتم انا من اللي جيت انتم مولفين كتقولوا بنكير انا ارتاح سنواصل الكفاح، هو دابا غنشدها منكم مره واحده. هذا لا يفيد انني باغي نرتاح، في الحقيقه انا باغي نرتاح، وكنت اتخيل انه الوقت ديال نرتاح جا. صبروا شي شويه الله يرضى عليكم، انني اقول لكم كلاما يعني ماشي لقيت بلي الظروف اللي داز فيها هاد الشيء ما كتسمحليش بهاد القضيه، لانه لقيت راسي
يعني مقيد بوعود عهود قطعتها على نفسي للمواطنين ماشي لكم. احنا وياكم غير أداة ديال العمل في المجتمع، لكن اللي كتمشي عند المواطن اللي بحال هذاك اللي في الوالدية ناض كيقول لي السي بن كيران كيطلع صاع على ودك وكتشوف الرجل الكبير والمرأة المسنة والطفل الصغير والبدوي والبدوية والحضري والحضرية والمفرنس تيقول لك حنا تقنا فيكم وعطيناكم الأصوات ديالنا وداك الشيء، كتقول كيفاش وأنا قطعت الوعود للناس باش نستمر معهم حتى للنهاية. كيفاش غنديروا اليوم باش نتخلاو ونمشيو في حالنا؟ سيبهم وسيبهم، لا يمكن. لو يعني لما راجعت نفسي وجدتني وقعت في خطأ ما كبير، طبعا الأخطاء ممكن دائما، او باللي كان خاصني نسلك في شي قضيه ولا هذا ولا هذا، كتعرفوني انا عندي واحد ربي مسهل عليا هذه القضيه ديال نعترف، انا راح يجي كله وانا كنعترف بالاخطاء ونعتذر، ماشي مشكل نعترف ونعتذر، نعتذر للمغاربه كاع ونقول لهم سمحوا لي راني ما نقدرش نوفي ولا هذا الى اخره، ولا ما لم أجد، يمكن بعض الكلمات كان ممكن تجنبها ربما، لكن أنا راني كنت دافع على شي حاجة كان كتبان لي واقتضى مني ذاك الشيء، بعض الكلمات اللي صدمات بعض الناس ولا بعض الأوصاف ولا واللي اتخذوها مطية، واش كتعقلوا على النهار اللي جمعوا أربعة ديال الأحزاب نفوسهم وتم طالعين للديوان الملكي تيشكيو بعبد الإله بن كيران، وصفت لي جلالة الملك جوج ديال المستشارين تيدقوا معايا بهاد الناس اللي وصلوا لهاد الدرجة يمشيوا للديوان الملكي يشكيو بيا شنو هو السبب، فهمتيني ولا لا؟ وعطيتهم ديك الساعات أنا الأشرطة ديال هادوك الناس، فهمتي، مشاو سمعوهم ما عاودوش رجعوا عندي ولا قالوا لي حتى شي كلمه، لما سمعوهم شنو كيقولوا. انا كنت كندافع عليكم على منهج ديال الاصلاح، ما عندي ما ندير لهم، المواطنين سمعوني، المواطنين تقوا فيا انا ما تقوش فيهم، هما صوتوا عليا انا ما صوتوش عليهم. طبعا كاين في المغرب واحد المشكل كبير وهو الاراده الشعبيه تصطدم بتكتيكات النخب. شكلت لكم إذا كتذكروا النهار اللي كان المشكل متعلق بالرئاسة ديال الجهات، كيفاش حنا كنجيو الأولين في الجهات كلهم وفي الأخر تنخرجوا جوج ديال الجهات من 12 جهة وراه باغازا، هذوك جوج ديال الجهات ما كناش غناخذوهم، لا درعة لا فيلال لا الرباط، ما كنا غناخذو حتى وحدة فيهم، لأنهم اللي كيتفقوا عليك الأحزاب السياسية بسببين أو بغير سبب. الواقع ديالك هو هذا، الواقع ديالك هو هذا، أش غدير؟ يعني ابن شماس اللي كيترأس المجلس ديال المستشارين مر بصعوبة في يعقوب المنصور، هزم في يعقوب المنصور، يعقوب المنصور ما بغاتوش، كي دارت البلاد حتى بغاتو كاملة باش يترأس مجلس المستشارين، لي غرون زيليكتور، لأنه ما تقدرش تحكم
فعشرات الالاف اللي صوتوا في عقول المنصور، واخا تعطي الفلوس واخا تستعمل الادوات اللي كانت كتستعمل دائما، واخا تسخر بعض رجال السلطه ولا دير اللي بغيتي، في النهايه القلب ديال الشعب الى مال لواحد الجهه، مال قلب الشعب الى جهه العداله. عاود رجعوا شوفوا، ماشي الشعب كله طبعا، ولكن احنا الاولين. الديمقراطيه ما فيها عمر، ما عمرش ديمقراطيه ما صوتوا الناس فيها 100% الا ملي كتكون الديكتاتوريه، ديك الساعات كيصوتوا الناس 100%. الديمقراطيه كيصوتوا 50 60 70% 40%، ولكن الا جيتي انت الاول، انت هو الاول، ما تيقولولوش الناس لا انت جبتي غير 1,800,000 ولا جوج المليون ديال الناس، ولكن جيت انا الاول، انت ولا لا؟ هي هذه الديمقراطيه، فهمتي؟ كتهزمهم هنا تيحصلوك هنا. ويني راه كاين تدافع في الارض، وراه ايام الله طويله، وراه ما يمكنش هذا الشيء يعني يدوز بحال هكذا عادي، بحال ما وقع والو في الكون، غير معقول هذا الكلام، شيء ما كاينش. لهذا اين هو المشكل؟ المشكل هو الا سي فو بي سيليبرا. انا دابا ما جو نو برومي با بلي مو جو نو با بي سيليبرا، ولكن ما غيمكن لكمش تعولوا عليا بوحدي، انا واحد منكم، يمكن نكون امين عام، يمكن ما نكونش، يمكن نكون عضو عادي في الهيئات ديال الحزب، يمكن ما نكونش. انا الموقع اللي غادي نكون فيه غادي نستمر فيه لقدر المستطاع، باش غنستمر بهذا الشيء، تنبين داك الشيء اللي بين لي الله، اللي اهتديت اليه في اطار هاد المحبه ديال هاد البلاد، ديال الدين ديالها، ديال الوطن ديالها، ديال الملك ديالها والملكيه ديالها، ديال المؤسسات. هذا هو الواقع الحقيقي اللي كيزعج بزاف ديال الناس، وكيتمناو يكون العكس ديالو، ويلقاو علينا شي 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 تهمه ديال شي 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 ارهاب، ولا شي علاقه مع الخارج، ولا الاكاذيب التي لا ينفك، يعني المرتزقة الذين يملؤون الصحافة ويملؤون الإذاعات الخاصة ويملؤون القناة الثانية لا ينفكون عن تكرارها وتكرارها وتكرارها، ولكن في كل مرة كيجي الشعب في المحطات الحقيقية وتيقول لهم ما كنثقش بكم، انتم كذابين، ما كنثقش بكم، سيروا تلعبوا. تستمر المعركة. هذا ماشي معناه انه في الانتخابات المقبلة سير حنا اللي غنجحوا، الله اعلم، وما عمرنا ما دخلنا لهذا الشيء شريطة اننا نجحوا ونجيو الاولين، لا، على حساب ما يسر الله، ولكن خصنا نبقاو كيف ما حنا. تخليونيش نكرر لكم الكلمة اللي قلتها في اللقاء ديالي مع ديال التأمين ديال السي محمد بوستة. حنا ماشي توريين، ما نديروش الثورة، ما نحاولوهاش، طريقة باش تصرفنا طاح الأمين ديال العام ديالنا من التكليف بالحكومة. أنا طلبت منكم تهدؤوا وما ديروا ولا تدوينه ولا والو حتى تشوفوا الموقف ديال الامانه العامه، وانتم ولا واحد فيكم خرج يدير واحد مظاهره ولا يهزني كريتو يقول بغينا، خليتي الامور، ما كاينش ارقى من هذا الشيء، لا يوجد ارقى من هذا الشيء لا في سويسرا ولا في غيرها.
ما يمكنش يطلبوا منا اكثر من هادشي. كان شي واحد باغي يعتدي علينا يتفضل كيقول هاد العدلاوة مية مهدنين معقولين ديمقراطيين سلميين مسالمين الى اخره يتسالى القاموس، ولكن انا باغي نشدهم ونقطع عليهم ودني. تفضل يا سيدي، اين هو المشكل؟ هذا فقط، تفضل. ما نكونوش احسن من الناس اللي عبر التاريخ منذ خلق الله الكون وهم يؤدون ثمن افكارهم. نعم نحن نريد اصلاح هذا الوطن مهما كلفنا ذلك. مهما كلفنا ذلك وغنستمروا في هذا الشيء ان شاء الله الرحمن الرحيم. ما غنديروش الثورة وما غندخلوش فيها. واخا تعاود ترجع ما غندخلوش فيها، لان احنا ماشي ما مقتنعينش باش نديروا الفوضى في بلادنا. ما كاينش، ما نمشيوش لديورنا، ندخلوا لديورنا ونشوفوا كيفاش نحلوا مشاكل الناس الشخصيه، اللي غيولي موظف، اللي غيولي تاجر، اللي غيولي كاهن، اللي ما عرفتوش شنو غيولي يدير، فهمتيني ولا؟ ونعيشوا فهمتي ولا؟ ونشوفوا من اتساع ونبقاو ننتقدوا هذاك هذاك دار هذاك، هذاك دار هذيك، هذاك ماشي هكذا كان خصو يدير. تقول هذه ما لان دغول الحياه ديالنا هي ديالنا كاملين، وحنا كنخلصوا الثمن ديالها كاملين. القرار السياسي قرار خطير، قرار خطير، قرار بسيط في رئاسه الحكومه، قرار خطير. ما غنديروش الثوره، ما غندخلوش لديورنا، تقول لا ما غنبيعوش، لن ننبطيح. هذه اذا شئنا ان نقول صوت اخر. نعم نحن مع دولتنا، نحن انصارها، وبغينا الدوله تكون قويه. واخا هي ملي كتكون قويه تقدر تكون كتظلمنا، لانه الدوله ديالنا الا كانت ضعيفه رحنا مهددين. عيتوا ما نقول لكم هذا الشيء، قلت لكم راه الا عاش النسر كيعيش ولادو خص بعدا الدوله تكون قويه. تقدر ديك الساعات طالبها تصلح، ولا لو وصلتي للمسؤوليه انت تصلح، ماشي مشكل. وعندك باش تصلح. الا كان واحد البيت مهزوم، مهزوز، ضعيف، فقير، فهمتي ولا لا؟ يعني وانت اللي وصلتي للمسؤوليه وبغيتي تصلح، بغيت تصلح غير الروبيني ما عندكش باش، بغيت تصلح غير البوله ما عندكش باش، بغيت تصلح القطره كتقطر عليك من الفوق ما عندكش باش. خص الدوله تكون قويه. حنا الدوله ديالنا ملي كتقوى وكنشوفوا عليها علامات الصحه كنفرحوا. دابا الناس تيقول لك 75 مليار ديال الدرهم، 25 مليار، حنا ما كنديروش كاع هاد الحساب. حنا ماشي مشكل. حنا ياخذينا قرار في المجلس الوطني باش ندخلوا واحد النسبه ديال الوزراء اللي ماشي من الحزب بصراحه بوضوح. كنت انا عوال لو كان انا اللي كونت الحكومه، يعني بعض القطاعات اللي فيها الا لقيت شخص يعني قوي خارج الحزب ندخلوه، الا كان غادي يسير يعني شي قطاع يعني فيه الجانب الاقتصادي واقوى من ديالنا، انا هذاك هو ديالي، هو هذاك، هو هذاك القوي. يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين. ماشي قالت له يا ابت استاجره انه من العداله والتنميه. القوي الامين هو ديالي انا، لانه حنايا ملي كنناضلوا، واش انتم دابا جايين شارطين عليا ولا على الحزب انكم انتم تكونوا وزراء وانتم تكونوا سفراء وانتم تكونوا؟ لا، انتم جايين تناضلوا باش بلادكم تقدم.
وباش تحسن وبلي غتحسن سيدرككم ذلك بقدر كبير او صغير. طبعا في الغالب في الغالب غادي يكونوا المسؤولين منكم، ولكن ماشي ضروري ماشي ضروري. اذا كنتيو كتبغيو بلادكم، كنتيو جايين لهنا انت ولا لا، بحال شي واحد عنده شي تجاره فهمتي ولا لا، الربح ديالها هو يعني الكسب وبغى داك الشيء يرجع ليه ويرجع للولاد، هذه حاجه اخرى. انا ما كنفهمش هذا الشيء اللي كتقول. انا عندي قناعه اخرى، انه حنا جينا باش نخدموا باش تطلع البلاد وفق واحد الوجهه واحد التصور واحد الرؤيه واحد النظريه. ملي كنوصلوا للحكومه كنديروا تحالف غادي يكونوا فيه تكون فيه التوجه ديالنا والرؤيه ديالنا في حدود التوافق مع الاخرين، وغادي يكونوا فيه العناصر ديالنا في حدود معينه اللي تسمح باش يكونوا وحدين اخرين، ماشي مشكل. ولا كتذكروا كنت في 2011 اللي تكلمت في وحده من الاذاعات، قلت لهم انا الى التقدم الاشتراكيه كان غيجيب لي ناس مزيانين انا ما عندي تمانع، واخا يكون العدد ديالهم قليل نعطيهم خمسه، وجاب الله الوقت وعطيتهم خمسه عندي تمام. بهذا الشيء يا الاخوان، بهذا الشيء باش تتكبر الاحزاب، ما كتكبرش بتبقى تتجاره باش تدي جطك تيقولوا مغاربه. هاد النهار قال لي واحد الرجل، واحد رجل متصوف مغربي قاضي من احسن ما خلق الله رحمه الله السي احمد حكام، قال لي ما استوفى كريم حقه. حنا تلاقينا معاه باش يحل بيننا واحد المشكل، لم يزيد على هذه الكلمه ما استوفى كريم حقه. وليت تنازلت انا وتنازلوا ذوك الخصوم ديالي وتسامحنا كاملين. حنا حزب كريم ماشي حزب شحيح كيحضي، واني في الاطار ديال واحد الكرامه معينه وفي الاطار ديال واحد الظروف مناسبه وملائمه. احنا الاخوان اخترنا الطريق ديال الاعتدال وهو صعب وشاق وطويل وما تتحقق فيه واحد 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 الخطوه الا بصعوبه، ولكن المهم هو تستمر. دابا غتقول لي واحد القضيه، تقول دابا السيد الاله اللي هاد الله عطاه قلت لنا هاد التفاصيل ديال الحكومه، ما نقول لكم الى حدود الاعفاء او لا التعيين ديال السي سعد كل شيء كان مزيان بعض قولا درناه يعني بكامل عقولنا، ما وقع بعد ذلك فيه كلام. لكن دابا هذه الحكومه كنترأسها حنا، كيترأسها سعد الدين العثماني، وسعد الدين العثماني هو رئيس المجلس الوطني ديالنا. ماشي البارح كنا كنبغيوه، اليوم دار شي حاجه يمكن ما عجبتناش غنتنكروا له غنقول له انت خصك ما نعرفش انت، لا هو ديالنا. والحكومه فيها مجموعه ديال الاحزاب، ولكن فيها حزب العداله والتنميه، في ظروف فيها بعض الاشخاص حاجه اخرى، هذه حاجه اخرى. هذا الشيء كله دابا في هذه الساعه الا بغيتوا تسمعوا لي تكونوا بعقلكم ضعوه بين قوسين، فكروا شنو خصنا نديروا في المستقبل باش بلادنا تزيد لقدام. لان قلت لكم انتم دابا مجموعين هنا، عمركم ما استقبلتوني في الباب، هذه اول مره. شحال هذه من عام وانا تنجي عندكم الشبيبه، من قبل ما نكون امين عام، ولكن على الاقل من اللي كنت امين عام لدابا يمكن انتم الهيئه اللي كنزور الاكثر، لانه ما عمرني كنتذكر شي نهار قالوا لي جي وقلت ما نجيش. عاد اليوم
جاكم البال ولا ما عرفتش شكون فيكم اللي جا البال تخرجوا للباب تستقبلوا. ما معنى هذا؟ وانا ما كنتش كننتظر، حنا جايين كنسولوا منين ندخلوا، واش من هذه الدخله ولا من الدخله الاخرى. انت ولا قلت راه غيكون السي خالد البقرعي، وعلى كل حال راه يورينا واش غنمشي لهذه القاعه اللي هنايا ولا اللون. ما معنى هذا الكلام؟ معناه ان الظواهر السياسيه، واش انتم دابا ملي خرجتيو للباب خرجتيو بزمنكم، واش قال لكم شي واحد خاصكم تقولوا للسي عبد الاله ترحبوا به وتقولوا له بن كيران ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح؟ درتيوها بخاطركم. هذه السنوات كلها هي لم تكن كافيه حتى وقعت هذه الاحداث، عاد وصلت درجة الحماس ديالكم لهذه الدرجه هذه، لان احنا ما كنديروش الافتعال، ما كنا بغينا هذا الشيء نديروه، والافتعال كنا درناه من شحال هذه ما كنديروش احنا. لهذا انا ما كنبغيش ملي كينوض شي واحد يبدا يدير الشعارات في شي قاعه، كتكون ذاك الشعارات كتبان بحال ذوك المغنيين العصريين، المغنيين العصريين الصوت الله يجيب اش كيدير، تيقول واحد الطرف ويمد الميكروفون للجمهور باش يغني معاه. واش انت جايبينك تغني لينا ولا تغنينا ليك؟ كلشي هذا العصري عيان. شوفوا رجعوا شوفوا واش بكلتهم كانت كتقول لهم كتبدل لهم الميكروفون عاونوا الفريق. كانت هي كتغني وعبد الحليم كان هو كيغني وفريق الاطرش كان هو كيغني وسمهان وفيروز أو عبد الهادي بن الخياط ونجاة عتابو. الصديقة العزيزة. طبعا بلادنا هذه هي هذه بلادنا. المهم موكلات هذاك خينا الحرور بعدا. وصلنا لهذ الدرجة. خصنا هذا الشيء يستمر، خط الاعتدال ولكن الصمود النضال. خصكم تمشيو عند المواطنين تقول لهم غيان بيردو، احنا باقيين هنايا، هذه كبوه، هذا ماتش خسرناه. الحكومه خليوها تحاول دير شغلها، غاديش نديرو حنا مشاكل الحكومة؟ عمرها غتكون، حنا ناس كنحترمو نفوسنا، في النهاية الحزب ديالنا هو اللي دار داكشي. ما تدخلوش في التفاصيل واش هذه قالها عبد الإله ولا قالها العثماني ولا قالها ما نعرف شنو إلى آخره. وانا نقول لكم انا كنتحمل كامل مسؤوليتي فيما وقع بطريقتي التي يعني سيرت بها الامور حسب الفهم الذي اتاني الله عز وجل. دابا الى جينا دابا نبداو ندقوا هذا، أشيل القضايا بحال هذه تاخذ من المؤسسات ومن الهيئات ومن الاحزاب ومن الشعوب، تاخذ منها في بعض الاحيان سنوات وتاخذ منها في بعض الاحيان عقود. زيد بنيتي زيد واحد البلاصه اخرى. انت تاخذ منها في بعض الاحيان عقود وتاخذ منها في بعض الاحيان قرون، تاخذ منها قرون وتاخذ منها لبها وتاخذ منها عقلها وتاخذ منها جهدها. صار سيراريا هذا ما معنى لا يفيد باش ما تتكلموش ولا هذاك. انا نقول لكم انا آلمني ان الاخت امينه ماء العينين تكلمات على شيء اخ جا لعندها تيقول لها سكتي،
هذيك جاتني انا كبر من داك الشيء اللي تلقيناه، انه ما عندوش الحق. الا سكتنا ولادنا ولا بناتنا يقولوا اللي بغاو يردوا البال. طبعا عييتوا، ما نقول لكم الاخوان ردوا البال اش كتقولوا، راكم كتجروا علينا الكوارث بعض المرات وكذا الى اخره بطريقه مسؤوله. ادينا داك الشيء غالي من خلال الحريه ديال بعض الاخوان ديالنا فرج الله عنهم، عييتوا ما نقول لكم. ولكن دابا هذا شأن داخلي، واش حتى هو نسكتوا فيه؟ غادي نسكتوا ونوليو حنا مطموعين؟ لاش يصلح باب هذا الحزب؟ لاش الى حتى الحريه ما يضمنها ليناش باش نتكلموا بلا قسم منه ونمشيو في حالتنا. كاين يسكتوا، غادي نتكلموا نتكلموا، ولكن الكلام يكون معقول. انا الا بغى شي واحد يتكلم على الخيانه ما عندي مانع، ولكن يجيب الدليل. سمحوا لي، دعوتني امور كبيره، اخطاء، مخالفات، بريكول، ما نعرف شنو الى اخره، ممكن. لكن الخيانه الاخوان سمحوا لي، لا يمكن نخون الاخوان الا كان عندنا شي حجه امام الله تكون واضحه. ما كانش نحتاط، هذا دين في النهايه، هادشي كلشي غينتهي وصلق الله. بغيتيو نلقاو الله؟ كون واحد الماتش نخسروه، واحد المعركه، ولا افترض كاع نخسروا هادشي كامل كاع، يعني راه في التاريخ شحال ديال الناس خسروا بعض المعارك ولكن بقوا منارة للناس. الله تعالى الله يقول وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. ويحكي لنا قصة أصحاب الأخدود، أين الذين قتلوا أصحاب الأخدود؟ لا يذكرهم أحد إلا بسوء، لكن أصحاب الأخدود بقوا علامة على قوم أرادوا الصلاح وأرادوا الإصلاح وأرادوا الحق وأرادوا الحقيقة وأرادوا توحيد الله عز وجل. كان فرق كبير بين اللي جاي باغي يحسن وضعيته. انا ماشي ضد اللي باغي يحسن وضعيته، اللي باغي يحسن وضعيته مرحبا به. كاين اللي جاي باغي يحسن وضعيته فقط، او جاي باغي يحسن وضعيته اولا، وبين اللي جاي باغي البلاد تطلع. كاين فرق كبير. احنا الاصل اننا جئنا باش بلادنا تطلع. شو هي المقاربه اللي باش غنديروا هادشي في المستقبل؟ غنكون معكم واضح وغنكون معكم صريح، راه كتجيني في واحد الوقت باقي كنتامل كنشوف شنو وقع، اين هو المشكل، كيف سوف نتصرف في المستقبل الاخري. ولكن راه عندنا قواعد ثابته، عندنا المرجعيه ديالنا الاخوان، ما زلت اقولها لكم، لقد لبثت فيكم من قبله من سنين وانا كنقول لكم هذا الكلام باش تزيدوا توضح في الدين ديالكم، تزيدوا تبذلوا انتم مجهود تفهموا داك الشيء اللي ما فهمتش انا، تصرفوا بالطريقه اللي تخلي مواطنيكم يفهموا يعرفوا شنو شكون انتم شنو بغيتيو. المواطن العادي اليوم تيقول لهم بون هذاك اللي كان كيدافع علينا، هذاك اللي فين كيعرفوني، واني سمعوا شافوا شي حويجات، هذاك شيء بسيط الحمد لله مشاو. املي هو ان يتجسد كل هذا فيكم على احسن الوجوه، كل واحد في الموقع اللي هو فيه بالامكانيات اللي هي عنده.
هذاك الشيء باش يطلع الانسان. علاش هذوك الناس اللي كيجيو دابا السي خالد راه كانوا كيجيو ناس اخرين قبال هذه 40 عام فهمتيني ولا لا؟ وداك الشيء شي تيجي بغا يتصالح مع عائلته، شي تيجي بغا تساعدو ماديا، شي كتوقف معاه في السبيطار، شي كتمشي غير تعاونو يشتري الحولين العيد. والله الا كنت شتي واحد الوقت كانت عندي واحد 127 شحال من حوليد العيد شريت، وراه عندك يسحب لكم واش من جيبي انا الفلوس كانوا عندي دائما على قد الحال. وين كنمشي ندي؟ كان نسيب رشيد حازين با سيدو ديك يبيع الحواله باقي من الحياه ياك بلغوا السلام، والاصدقاء ديالي وهذا كنديهم هذا ونوقف معاهم ونصلح الجره بين هذا وهذا ونشد الحواله نديرو في الطوموبيل نوصلو ليه في السبيل. وكيجيك شي واحد شي نهار تيقول لك السي عبد الاله درتي معايا كذا وكذا في سنه كذا وكذا، انت نسيتي ذاك الموضوع، نسيتي ذاك الشخص، نسيتي وهكذا. مرجعيتكم، اعتدالكم، استقلاليه قراركم مش مشكل، ماشي مشكل. تكونت حكومه الى اخره، كنا غنكونوا هكذا ولينا هكذا، طا 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 طا، ماشي مشكل. ولكن هل سنفقد استقلاليه قرارنا؟ لا، لا يجوز. تقول لي يا استاذ الاله شنو هي الضمانه ديال هذا الشيء؟ هي انتوما، الضمانه هي انتوما، لانه الناس اللي الفوق ولا الناس اللي الوسط ولا الناس اللي التحت، حتى واحد ما عنده كونترا مع الله باللي غيبقى مخلص حتى الاخر. الله اعلم، تقدر تكون مخلص، تقدر يخالط الاخلاص ديالك يعني شيء، يقدر تولي منافق خالص، ما تقدرش تعرف. الصحابه كانوا كيخافوا سيدنا عمر، كان كيمشي عند حذيفه بن اليمان، لأن حذيفة بن اليمان علم الرسول صلى الله عليه وسلم الأسماء ديال المنافقين، كان كيقول له يا حذيفة هل أنا منهم؟ واش أنا مع هذوك المنافقين اللي قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم ما تصليش عليهم إلا مات؟ واحد النهار قالت لي واحد الدرية، كنا درنا شي اتفاق باش يتوحدوا شي اخوان التبيون مع اخوان ديال الجماعه الاسلاميه، قالت لي قيل لنا ان الجماعه الاسلاميه ديك الساعه فيها المنافقين، قلت لها هذا دليل على اننا على السنه، لان سيدنا النبي كانوا مع المنافقين. هي الله الهمني ان اقول لها هذا، فهمتي؟ وهذا والنفاق واحد الحاجه خص الانسان يبقى خايف منها، شكون ما كان فين ما كان، ولو يكون امين عام. الله اعلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وان خص الجسد يبقى حي ويبقى حيوي ويبقى واحد الحاجه اللي كيشوفها ماشي هي هذيك، يقول هذه ماشي هي هذيك وما يقبلش. ولو يكون عند الاخرين قدره على الاداء ويحيدوا لك الشبيبه ولا البرلمان ولا المره الجايه ما يطلعوكش للحكومه ولا، هذا هو المشكل. هنا فين كاين الفرق؟ شكون اللي كره يكون عضو في البرلمان؟ ولا 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 وزير ولا رئيس حكومه ولا سفير، شكون اللي كره؟ كذبوا على الله الاخوان، قلت لهم كذبوا على الله. هذه فيها الوجاهه وفيها الامتيازات، ولكن في ترتيبنا في اذهاننا في ثقافتنا ليست هذه هي الاولى، الاولى هي شيء اخر. اولى وين اقتضى تضحية بأحدهما نضحي بهذه، لأن هذه في النهاية لن يكون إلا ما أراد الله.
شو يوقع؟ ما يبقاش عندك يعني السيارة دو سيرفيس، ما يبقاش عندك السائق، ما يبقاش عندك ما نعرف شنو، كلها أيام، أيام تنقضي. كما قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه لمن أعجبه ومن لم يعجبه، أنا استشهد بالإمام أحمد بن حنبل الذي هو من أئمة المسلمين العظام، قال إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وأيام قلائل. ها سيدريس كان وزير 5 سنوات، أجي وقلبه وجد زدت فيه شي ضلع. مازال أنا تزادوا فيها شي كيلويات، هو ما تزادوا فيها، أنا تزادوا فيها في هاد 5 شهور اللي بقيت جالس. اليوم الحمد لله كنعاودوا ننطلقوا براسي، استقلالية قرارنا، يعني حرية الرأي، القوة في التعبير عليها، اتصال الالتحام بالمجتمع. هذه المرحلة غادي تدوز إن شاء الله الرحمن الرحيم. احنا الاخوان ديالنا اللي في الحكومه ما نطلبوا من الله غير التوفيق، ما بغي لهم شي حاجه اللي ماشي هذيك، انا غير التوفيق، لا نريد الا الخير والا التوفيق. ولكن هذا الشيء اللي رافق هذا الشيء كله كان صعيب، صعيب جدا جدا، معليش سنتجاوزه ان شاء الله. الجسد القوي الاخوان، ماشي معمرو كيمرض، ماشي معمرو كيتبتلى، ولكن كيقاوم، تيتجاوز، تعاود ترجع له العافية ديالو. الجسد المعتل اللي جات كتقضي عليه، أنتم علامة صحة حزبنا. الشباب، خليه دابا تسحب لكم المرة اللي كان جاملكم، الشباب ماشي بحال الشيوخ، الشيوخ واعرين، لأن بنادم تيتقال، كتولي عنده المرأة، الأولاد، اللي كيقرا في الخارج، واللي كيقرا في الداخل، واللي ما نعرف شنو، الله يرحم ضعفنا، مصيبة شي دراري الخارج، فهمتي ولا لا؟ هذا إذا كان مستقيما. يتقال الشباب تيكون قريب، بقي العوامل ديال الإحساس حية متيقظة، بقي عنده الشفافية، القلب ديالو بقي حي، بقي كيبكي إلا سمع القرآن، كيتأثر إلا شاف شي حاجة يعني محزنة، كيتجاوب مع الحق. انت ولا بقيت يكون ما تدربش بزاف على انت ولا الكلام والدخول والخروج الهضره الى اخره الى اخره. الشباب تيكون تيشعرش براسو، غيضحي بزاف على ليميت، عنده الذات ديالو، عنده ربما شي زوجه يلاه خداها، عنده شي وليد باقي صغير، ولكن كيخاف عليه، ولكن ماشي بحال اللي عنده 4 ولا 5 احفاد ما نعرفش شنو الى اخره. الشباب ملي كنشوفكم عددا، ملي كنشوفكم حماسه، ملي كنشوفكم يقظه، تنقول كاين الامل، ما غيضيعش هذا الامل بكم ان شاء الله الرحمن الرحيم وبالمستقبل. وعلى كل حال الساعة رحنا باقيين مع بعضياتنا، ولا شتيونا تقالينا ولا إلى آخره، وقضونا ماشي عيب، فهمتي ولا لا؟ كل مرة بطريقة، انتي راه اليوم وقضتوني بواحد الطريقة معينة، الله يجزيكم بخير، انتي تقدروا تأخذوا عليا، تقدروا فهمتي ولا لا؟ باش وهكذا، لأنه الجسد السليم هو جسد كيوقع فيه التدافع. النهار اللي سي عبد الله بها الله يرحمه جاء سمعني كان مفسر واحد الآية،
كان في السرقة والله تعالى يا أيها الذين آمنوا في المسجد ديال الحي الجامعي، كان ثاني مرة تلتلقي معايا ولا ثالث مرة، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اللي سمعني كان شرحها طاهر بالفرحة مسكين السيبا وجاك يعانقني بهذيك الطريقة البدوية، هو كان ديك الساعات يالله جاي من ذاك سوس ديالو ولبس واحد القندورة زرقاء، كنقول لنا هذا السيد هذا ما يصلحش لنا للتنظيم وذاك الشيء، هذا من أهل الكهف هذا. عانقني واحد العناق حار فرح هذاك التفسير ديالي الشرح ديالي من بعد، ولا هو الأستاذ تعليم ديال الصبر الأنات. واحد المرة الله يرحم السي مزيان بن الفقيه قال لي ليسونسييل سي دو سافوار جيري لو طون، شي مرة تقدر كاع تجي فيك شي ضربة تسكت ما تقول والو مازال غادي يجي الوقت باش أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.